القدس قضية كل عربي مسلما كان أم مسيحي، ويتعين على القوى الحية في هذه الأمة أن تحتضن هذه القضية احتضانا كاملا، وأن تحتشد لها وتنافح عنها. ولا أمل من التذكير بأن القدس على ما تنطوي عليه من معنى رمزي وما تمثله من مغزى روحي ليست مدينة في الخيال، وإنما هي واقع من روح ودم يسكنها بشر يرزحون تحت نير واحد من أشد أشكال الاستعمار بطشا وقسوة وأكثرها إمعانا في التنكيل. في القدس الآن يوجد 300,000 فلسطيني يمارسون كل يوم صمودا أسطوريا. وجودهم في المدينة هو العنوان الحقيقي على عروبتها وصمودها، وصمودهم شرف على جبين هذه الأمة. استمساكهم بالأرض وصلاتهم في الأقصى هو ما يحول بين المحتل الغاشم وبين تحقيق مخططاته لتهويد المدينة. إن لدى إسرائيل سياسة ممنهجة لتهميش الوجود العربي في المدينة وحصاره عبر منع تصاريح البناء لتحجيم النمو العمراني الطبيعي وسحب الهويات وعدم تجديدها وزرع المستوطنات بين مدينة القدس وبقية مناطق الضفة الغربية، بل وفي قلب الأحياء العربية في القدس، فضلاً عن المخططات الخطيرة للحفر أسفل المسجد الأقصى بحثاً عن الهيكل المزعوم.